ثم ختم الآية فقال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال لعلكم. قال بعض العلماء: ما ورد في القرآن من لفظة لعل فتفيد التعليم ما عدا آية واحدة، وهي في سورة الشعراء في قصة عاد، قال جل وعلا: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. هذه بمعنى كأن، فيكون معنى الآية: وتتخذون مصانع كأنكم تخلدون.